هذا البرنامج برعاية وصلت. إذا أحببت شيئاً أتقنته، وإذا أتقنته أبدعت فيه وطورته. أحمد العامر شاب سعودي تعلق بقطاع السيارات منذ نعومة أظفاره، فحين كان طفلاً يزور والده في معرض السيارات حلم بأن يحمل المشعل نفسه يوماً ما ليفتتح مشروعه الخاص المشابه. بدايتي في السيارات طبعاً منذ صغري، من تقريباً عمري 11 سنة والدي صاحب معرض سيارات، فكان أيام الويكند الوالد ياخذني وياه للمعرض، فصار حب ذهابي مع الوالد إلى المعرض السيارات. كل ويكند أتشفق على الويكند القادم أني أطلع مع أبوي إلى معرض السيارات، ف كل بين فترة وفترة أحب شركة معينة من السيارات. الوالد يجيب السيارات الثانية، أنتقل على حبي للشركة الفلانية، أتطقس السيارة هذه وش مواصفاتها، مواصفات السيارة الفلانية. طبعا كان الوالد عنده استخدام بين السيارات الفارهة والسيارات اللي هي الصغيرة، أو نقول السيارات اللي هي متداولة أكثر شيء في السوق، أو متداولة أكثر شيء في عند المجتمع. في عام 2004 شارك رائد الأعمال أحمد العامر في أول مزاد للسيارات رغم صغر سنه، مزيج من الحماس ومحاولات جاهدة لإثبات قدرته على البيع والشراء وتحمل المسؤولية. معرضنا احنا مقرنا في الأحساء، بالتحديد في صناعية المبرز. عندنا وراء خلف المعرض في ساحة اسمها ساحة مزاد السيارات، أو نسميها ساحة حراج السيارات. فجيت للوالد قلت له الوالد حصلت لي سيارة باترول وأبي بشتريها، هذا أول شراء لي للسيارة. قال لي يا ولدي كم سعرها؟ قلت له يا أبوي سعرها 23,000. قال لي يا ولدي هذا سعرها في السوق، لا تشتريها، هذا سعرها في السوق 23 واصلة حدها، لا تشتريها يا ولدي. قلت يا أبوي إن شاء الله وراها مكسب. شريت السيارة، جبت لنا المعرض، خليتها عندي في المعرض. سبحان الله 3 أيام ويجيني مكسب فيها ما يقارب 3000 ريال. خلاص دخلت منها. أنا حب للسيارات من صغري وانبسطت كثير أني أول سيارة أشتريها وأكسب منها، أول مكسب لي كسبت من السيارة هذه. فخلاص الوالد يعني أي سيارة أجيب هي، قال لي خلاص لك نظرة. في مرحلة ناضجة من مسيرته المهنية وبعد التخرج من الجامعة، قرر العامر الابن الاستقلال عن مشروع العائلة والتوسع مع شركاء آخرين ليفتح أبواب معرض عامر للسيارات في العام 2008. الوالد غير نشاطه من السيارات الصغيرة، حول إلى المعدات الثقيلة، انتقل إلى المعدات الثقيلة، دخل في مشروع المعدات الثقيلة وقام يشتغل على المعدات الثقيلة اللي هي الشياول والبدلوزر، ما البدلوزر. انقطع عن السيارات الصغيرة الوالد نهائيا. طبعا في المسيرة هذه أنا معي أخوي إبراهيم، كنت أقعد مع أخوي قلت قمنا إحنا ولا أنا ما زال على السيارات اللي هي السيارات الصغيرة وليس المعدات الثقيلة. قمنا نشتري من السيارات الصغيرة، وقمنا وين نجيبها؟ ندخلها في عند المعرض. المعرض كله معدات ثقيلة، وانت شاري سيارات قيمتها 250,000 لاند كلوزر او غير لاند كلوزر او مرسيدس، تدخلها في وسط معدات ثقيله، فصرنا نتخوف عليها، يعني تخوف ان اي سياره تمر او تحكها او من هالقبيل. فقررنا انا واخوي قلنا نشتري معرض سيارات ونكون نرجع على السيارات الصغيره. حين نقطه التحول ان حولنا رجعنا على السيارات الصغيره. سبحان الله ميولنا ما كان مثل ميول المعدات الثقيله، الوالد راح على المعدات الثقيله بحكم دخل في شغل مع المعدات الثقيلة، صار الوالد عنده تأجير معدات
للسيارات الكبيره. فطلبنا من الوالد، قلنا الوالد طبعا احنا ما نمشي وراء شورى، يعني هو القائد اللي ما نتعداه. قلنا ابوي احنا نبي نرجع على السيارات الصغيره نستمر فيها. قال ما عندكم مشكله، اللي تبون انا حاضر. قلنا نبي نرجع على السيارات الصغيره، قال ما عندي مشكله. فاخذنا معرض اللي انت فيها الان، بدينا نشحن السيارة الجوب اللي الجوب الكبيره اكثر ما متواجده مثل ما انت شايف، اللاند كلوزر، الجيب اللكزز، السيارات الصغيره، الصني ما الصني. رغم البداية المبكرة في قطاع السيارات والخبرة التي اكتسبها عن والده، إلا أن العامر واجه صعوبات عدة نتيجة اختياراته المتسرعة للسيارات أثناء المزادات، ما تسبب في خسائر مادية ودروس مستفادة. في ساحة المزاد كنت تجي في شراء مثلاً مجموعة سيارات، تشتري مجموعة سيارات تتفاجأ أن السيارات اللي هي معروضة عليك لأنك شريها أنت في يعتبر نظري فقط غير فحص السيارات، فتشتريها، تشتري كمية سيارات ممكن تشتري لك 20 سيارة أو 30 سيارة من المزاد، تتفاجأ أن 10 سيارات فيها مشكلة في الماكينة، فيها ضربات مصلحة. طبعاً أنا النظرة الأولى يعني 30 سيارة فحصت 10، 15 سيارة، ففرصة الآن أنت في وسط مزاد لازم تشتري ولا بيروح المزاد على أحد غيرك. فأنا خلاص شفت لي أول 10 سيارات اقتنعت فيها أنه أوكي، أنا أفكر الـ20 سيارة كلهم من نفس المستوى. فلما شريت السيارات هذه تفاجأت أن الـ20 سيارة اللي ضارب فيها ماكينة، اللي العضلات حقت السيارة غير مجدية، فتحصل خسارة. وهو رأس المال له دور كبير، يعني عندي الوالد دعمنا بمبلغ معين ووقف، قال استمروا وانتوا اعتمدوا على نفسكم في الباقي. قمنا نبيع سيارة وناخذ المكسب هذا للسيارة هذه عشان نشتري سيارة ثانية عشان نكسب. فصارت عندنا ما أنساها، شراءنا لبعض مجموعة السيارات اكسرتنا، رجعتنا شوي وراء. احنا قاعدين نقدم رجعتنا وراء، اللي هي موضوع اللي قلت لك عنها، شرينا 30 سيارة، 10 منهم كانوا توب والـ20 كانوا في مشكلة في الماكينة. مو مشكلة احنا، الخطأ ان شريناها نظري لانك في وسط مزاد انت ونصيبك. فانا والله ما انصح اللي بدون فحص. نقول على السيارات الجديدة مكاسبها قليلة جدا كمستوانا الشخصي، مكاسب يعني تشتري سيارة ما يقارب 350 ألف، 300 ألف، يكون مكسبك فيها جدا قليل. ربما تروح على السيارات المستخدمة، لا مكسبها أطيب من السيارة الجديدة، يكون مكسبها أعلى اللي هي السيارة الجديدة. فأحيانا من بعض الفرص برضو تحصل لك أول بداية فترة اللي هو أنا كانك تذكرها أمور اللوحات، اللوحات المميزة. أول بداية فترة اللوحات المميزة كانت تجي 00 ورقم، ما كان في لها قبول. فجات مرة سيارة من السيارات اشتريناها كان عليها 001. السيارة شريناها بمبلغ نفرض مثلا قلنا شرينا السيارة قيمتها 40 ألف ريال. في وقت التحول اللي هو تحول الأرقام انشالت الأصفار، فصارت المكسب اللي احنا كسبناه ومع اللوحة، احنا اخذناها مع اللوحة، فعطانا دعم في مكسب مع السيارة، صرنا كسبنا من اللوحة ومن السيارة، فصار مكسب السيارة عالي اكثر من اللي هو متوقع. الطلب العالي اللي حصل الآن في السيارات والعمليات النقص، هل تعتبر شيء مميز؟ يعني لما تكون عند الوكيل السيارات أنه يعطيك ميزة في عملية الشراء؟ أحياناً أنا أراجع للوكالة وأطلب منها سيارات، يقول لي صاحب الوكالة أنت حالك حال أي شخص، يعني ما في لك أي تميز. طيب قلت أنا أسحب، قال ما علي أنت تسحب، أنا عندي سحب. وثاني شيء نظام السيستم أنا حاطه الآن نمشي على نظام، اسمك قاعد يدرج تحت الطلبات. طيب جاء الدور عندي أنا أسحب السيارة من عند الوكالة، اشتريت السيارة، قال لي انتظر 3 شهور، انتظر 4 شهور.
طيب سحبت السيارة، أي سيارة من السيارات، جيت عرضتها هنا، جيت عرضتها، يجي أي شخص أي زبون يروح للوكالة يقول والله أنا أبي مثلا نقول لاند كلوزر لون رمادي، يقول والله ما عندي رمادي، عندي أبيض، بس الزبون هو يبي رمادي، يقول والله ما عندي أنا رمادي. فالزبون وين ينحد؟ ينحد يجي وين؟ للمعارض، يدور سواء عندي أو عند غيري، ربما ما يحصل عند جاري رمادي، يحصل أنا عندي رمادي. أنا هنا أتحكم في السعر، يعني مو أتحكم في السعر، مكسبي في السعر يكون مجدي، يعني أنا أقول والله أبي مكسبي في السيارة هذه مثلا 3000 ريال، فرصة. بس أنا عن مستواي الشخصي ما يطلع الزبون إلا شاري، لا ما شرب 3000 ريال أنزل لي 2000 ريال. أنا هدفي أن السيارة ما تقعد، السيارة تطلع تنباع، لو مكسبي أقل ما يمكن، لو يدخل مصاريفي السيارة تنباع وتطلع عندي، عشان عندي استطاعة أشتري سيارة ثانية وأحط السيارة. هنا يقول قليلا دائم ولا كثيرا منقطع. برنامج برعاية وصلت.